تعمل الأمانة في عدد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لتصبح نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، وتتضمن إعداد استراتيجية النقل الشامل وتطوير نموذج النقل والمرور بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية. وتعتبر استراتيجية النقل الشامل خارطة طريق تغطي 3 عقود من 2014 إلى 2044، والتي اشتملت على 215 مشروع مجدولة على 3 مراحل، وهي استراتيجية شاملة تغطي مجالات نقل البضائع والنقل بالشاحنات والسياسات الداعمة لمنظومة النقل، بالإضافة للسلامة المرورية والنقل الذكي وغيرها.